تعالوا حضراتكم نروح لأسوان، نروح مركز كومومبو. رغم ان احنا داخلين على المدارس، كل سنة وحضراتكم طيبين. في مدرسة لا يوجد بها خدمات، يعني لا يوجد بها حتى حمامات. طبعا اللي ما فيهاش حمامات يبقى اكيد لا فيها ملاعب ولا فيها ادراج ولا فيها اي حاجة. ومدرسة بنات ثانوية، يعني ايه مدرسة ثانوي بنات حتى خالية من الحمامات. عموما برنامج أمنية مصرية سافر أسوان وسجل المأساة، وهي بالطبع مأساة، لأن ما ينفعش الدولة تبقى بتحاول تعمل كل ده في التعليم وفي مجهودات على كل المستويات وفي نفس الوقت نشوف اللي هنشوفه دلوقتي في التقرير ده. ابقوا معنا. المشكلة المدرسة دي الشطة بس بقالها بتاع يمكن 5 شهور. ولا فيها مرافق ولا مية ولا نور ولا كراسي ولا تخت ولا معمل. والمدرسة هتخص بنات، ولو ما اتفتحتش أول سنة معناها البنات هتروح حوالي أكتر من 7-8 كيلو مدرسة تانية، بعيد عن المدن، فيها بعد ومواصلات وبتاع، ومن يأمن على بنته في الزمن ده تمشي 8 كيلو ولا مش عارف 9 كيلو؟ والمدير ما رضيش يستلم المدرسه عشان مش جاهزه. ما فيهاش خدمات، وبعدين بناتها ما يروحونش حته ثانيه، دي مخصصه ليهم ومعموله ليهم، ده اخذوا لهم سنه في الاعداد. دي بس المدرسه على خساره قبل المنظر ده، ولا مي ولا نور ولا مراوح ولا تخت. الصرحة هو معمول وخلاص ومكفوف. لك مدرستنا في البلد مش كامله، مش هنودع المدارس. المدارس خلاص قربت تفتح، مش هنوديهم، مش عايزين مدارس. احنا عايزين حد يلحق يفتح لنا المدرسه ويجيب مرافقه يديها تصريح اسبوع نقدر نفتح فيها المدرسه دي تتفتح. شوف اللي ناقص فيها ايه، شوف التكسير عند مين. عاوزين المدرسه البنات الفنيه الثانوي، عاوزين ليها مرافق ونور وتخاتم. هي أسوان دي ما فيهاش أعضاء مجلس الشعب ولا إيه؟ أنا مش عارفة، إحنا صفحتنا كلها مشاكل من أسوان، ما فيش عضو مجلس شعب فكر يروح يشوف إيه الموضوع ده؟ على العموم معانا أحمد بشير من أسوان. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا. إيه أنتوا ما فكرتوش تكلموا حد من أعضاء مجلس الشعب علشان يوصل صوتكم؟ يا فندم المدرسة دي موجودة ومبنية، هي جاهزة، بس المشكلة ان ما فيهاش اي مرافق، لا فيها كهرباء ولا فيها مية. طب بلغتم عضو مجلس الشعب؟ المدرسة على الشارع، احنا مستنيين كل يوم يقولوا لنا ان المحافظ جاي او مدير الادارة جاي على اساس ان احنا حد يتكلم او يشوف لنا، والمدارس فاضل عليها اسبوع. والمشكلة ان هي مدرسة بنات، المشكلة ان هي مدرسة بنات وبتخدم اكتر من 6 قرى، اكتر من 20,000 نسمة، وما فيش غيرها. يا اما تبقى مدارس بعد الظهر فترة تانية، والجو طبعا صيف والبنات ما تنفعش بعد الظهر. فين نواب البرلمان؟ يعني حتى المراسل يا استاذ احمد، يا استاذ احمد، فين نواب البرلمان اللي انتم تابعين له؟ ما حدش شافها، ما هي موجوده، ما حدش طلع ولا شافها، ما حدش جه. مدير الاداره امبارح المراسل لما جه عشان يصور او يدخلنا المدرسه يشوف المشكله نعرضها، اتجمروا الاداره التعليميه ورفضوا يدخلوا اي حد يصور المدرسه، صورناها من بره. طب قلنا لهم بقى في كارثه في المدرسه، اذا كانوا انتم مانعين التصوير او مانعين تتكلموا معانا قولوا لنا ايه اللي فيها مستخبى عشان نعرفه ونعرضه. فاحنا بس عايزين نبلغ وزير التعليم، يبص ده فاضل اسبوع على الدراسه، والمدرسه ما فيهاش درج جوه، ما فيهاش كرسي، ما فيهاش كهرباء، ما فيهاش ميه، وغير الورش. اشكرك يا استاذ احمد، اشكرك. مأساة كالمعتاد، مأساة. فين الإدارة التعليمية؟ وللمرة الرابعة فين نواب البرلمان؟